FM. الكل ملك. تحضر بحضينا خصائية التجميل هيفا العريبي. عسلامة هيفا. عسلامة أمولة. شنحوي لك لبس. مرحبا بيك معنا على كابا فام هيفا. دونك اليوم باش نحكيو على المكياج وباش نحكيو نعطيو نصائح زادة للناس اللي قاعدين يسمعوا فينا خاصة النسي بيان سيغ. كيفاش كي يمشيو يختاروا المكياج نتاعهم؟ شنو هو الحاجة اللي تتماشى معاهم تتماشى مع البوم نتاعهم؟ نحن هيفا بالحق الموضوع هذايا راهو يشغل برشا نسي خاطر تمشي بتاخذ المكياج ما تفهمش روحها معناها تعمل سيرتو الفون دو تان اللي باش نبداو نحكي به. تعمل فون دو تان باغ اكزومبل في يدها من بعد كي تعملها في وجهها تلقى حاجة أخرى بالحق لازمنا ركز على التصفح نتاع. أول حاجة التريز امبورتون هو في المكياج هو فما برشا أنواع فما مكياج دو جور كوكتيل سواغ. احنا نحكيو يعني على المكياج اللي باش نخرجوا بيه في النهار وكيفاش نختاروا الفون دو تان اللي باش نستعملوها طول المكياج. باهي أول حاجة نبداو بها في بالنسبة للمكياج لازم البو بروبر. باهي لازمنا يعني تغسل وجهك كالعادة بجانو تويون ولا بالديماكيون ومن بعد الكريم دو باس. إذا كان البو نتاعنا ساش لازمنا ناخذ يعني الكريم نتاعنا تكون فيها إدغاتاسيون. باهي يعني كريم إدغاتون. إذا كان البو نتاعنا غراس يعني زيتها شوية دهنية لازمنا نستعملوا الكريم دو باس اللي تلقاها ما فيهاش برشا زيوت. هذه معناتها الاول با باش نبداو بها. اول حاجه تنظف وجهك تعمل الكريم دو باس ومن بعد باش نبداو في الفون دو تان. نبداو بالفون دو تان اللي هي مشكله برشا عباد. بالنسبه للفون دو تان فما برشا انواع فما ليكيد فما ستيك. برشا بنات نشوفهم يستعملوا تلقاهم في لي ساكاما عندهم ستيك عندهم الكيك اللي كتلقاها كونسنتري على الاخر ما يعرفوش وقتاش يستعملوها. بالنسبه للفون دو تان كيفاش نختاروا؟ اذا كان البوم تاعنا بروبر يعني ما فيهش يعني البوم تاعنا صافيه ونظيفه ما فيهاش دي بوتون ما فيهاش دي تاش بغي هذيك نستعملها يعني جوست فون دو تان ليكيد اللي هي تلقاها سائله شويه نجم حتى نعمل لي ميلونج بين لي كولور. اذا كان البوم تاعنا يعني فيها دي تاش برون ولا فيها دي بوتون ولا حاجه وقتها نستعملوا ستيك خاطر ستيك تحسها يعني كونسنتري على الاخر تعطينا كوش اللي هي تغطي البول كل. واضح. وطوي كان تعديو للي كولور كيفاش نختاروا لي كولور نتاع الفون دو تان. وي بالنسبه اذا كان واحده تلقاها البوم تاعها فاتحه برشا تلقاها بيضة. اذا كان وجهها بال نختاروا الفون دو تان تلقاها غوزي شويه باش تعطيها شويه نظاره هكا الوجه نتاعها. اذا كان البوم تاعنا معناتها تلقاها بيضة ويعني مش يعني تلقاها بيضة وما تلقاش البو هذيك ما تلقاهاش بال استعملها فون دو تان بيج كلير. داكوغ داكوغ. وبالنسبه للعبيد اللي البوم تاعها قمحيه معناتها عاديه ديما نستعمل فون دو تان بيج فونسي شويه والا فون دو تان بيج. وبالنسبه للي برون اذا كنت ديجا فما برشا بنات معناتها البوم تاعهم فونسي اللي احنا ديما ننساهم وما نحكيوش عليهم نستعملوا ديما الفون دو تان اللي تلقاها فونسي على الاخر تلقاها على اورانجي. داكوغ. تلقاها يعني فونسي هذا هو ان جينيرال اللون اللي اي فوالا لونتيسيرن زيد هاي عنده دور كبير بيان سيغ. باش نختاروا الفون دو تان وقت اللي نمشيو نشريو الفون دو تان برشا عباد تحشم معناتها باش تختار البوست فون دو تان ما تحبش تجرب. دونك ننصح البنات اللي يمشيو يشريو البوست فون دو تان يجربوا شويه على وجههم ولا على كف يعني في يدهم. من تالي معناها من تالي هوني جات خاطر اليد من الداخل هي تعطيني الكولور نتاع الفيزاج ماهوش فوق اليد. فوالا تخي بيان. ديما اليد اغمق. تخي بيان. ونشوف يعني اسكو الفون دو تان تمشي معاك والا ما تمشيش خاطر فما دي فون دو تان كي تستعملها تشقق شويه والا تلقى يعني ما تعملش بينيتراسيون البوم تاع الفون دو تان. وديما نرجع هوني الكريم دو باز اللي عندها دور كبير بيان سيغ باش ترطب وجهك وباش بعد كي تعمل له فون دو تان تلقى الريزلتا زاده اللي انت تحب عليها ما تنجمش تعمل فون دو تان ديريكت في الوجه. اي بيان سيغ لازم كريم دو باز فيها الاس بي اف يعني نتاع هذيك نتاع الشمس. اذا كان الكريم دو باز نتاعك ما فيهش اس بي اف دونك نستعمل الكريم دو باز ومن بعد ليكرون ومن بعد الفون دو تان. واضح تري بيان. نتعديو للونتي سير. بالنسبه للونتي سير ديما نختاروا الكولور اللي اغمق من لي سيرن بشويه سورتو اذا كان لي سيرن معناتها سيرني برشا العينين اللي تستعمل الفون دو تان يلزم لي سيرن نختاروهم اغمق بطون ولا دو طون. نخدموا لونتي سيرن نتاعنا بعد نفكسيو شويه بالبودر. اذا كان لي سيرن نتاعنا يعني سي بون سال كاموفلاج نتاع لي سيرن نتعديو للبوست فون دو تان. اذا كان لي سيرن مازالوا قاعدين دونك نعاود نعمل دوزيام كوش نتاع اونتي سير. داكوغ. ديما نختاروا اغمق بطون طون ولا دو طون خاطر برشا يعملوا لونتي سيرن يختاروا كولور كليغ على الاخر يولي غري معناتها تولي العين. اي
فوالا اي هذيك علاش نحن اليوم حبينا نحكيوا على الموضوع هذايا فريمون خاطر لازم برشا نصائح باش نحكيوا زيد هايفة على باقي نتاع المكياج لي كولور بيان سور نتاع الفارا بوبيير لي روج ا ليفغ شنو اللي طالع السنة وسورتو شنو الحاجه اللي تتماشى مع شعوراتنا سلون يعني لارموني دو كولور والكولور دو شوفو وحتى البودر زيد نتاع الفون دو تان ما لازمناش نستعملوا برشا خاطر تولي ما تشقق شويه هذه اللي خديتها من عندك نصيحه من عمنيول تعدي وتولي التراساج نتاع لي سورسيل التراساج نتاع لي سورسيل ما ناخذوش كريون تلقاه فرونسي مارون فرونسي برشا بنات نشوفهم انا معناتها في الشارع تلقاها تشد كريون واغ تصور حاجه بها تحسوا فيلغير على الاخر سورتو في النهار سورتو في النهار يعني ننصح حتى لو كان شعرها نوار وحرجها في الاكحل استعمل المارون فونسي ما نستعملش معناتها النوار نبعدوا عليه النوار ودو بريفيرونس يعني ليجيرمون شويه فارا بابيير جوست باش تعمل تراساج نتاع حاجب اذا كان ما تستحقش يعني نمشط الحاجب من غير ما نعمل تراساج بعد نتعديو للفارا بوبيير بالنسبه للفارا بوبيير ماذا بينا في النهار ديما حاجه لي كولور دو تير حاجه تلقاها كالماكارا اذا كلير على الاخر لي طون دو بيج شويه بيج تحت الحاجب نطويو العين شويه جوست على البوبيير موبيل يعني ما نخرجش الفارا بوبيير لبرا من العين وماذا بيك اذا كان العين كبيره برشا نعملها كريون نوار والا مارون اذا كان العين تلقاها صغيره شويه ماذا بينا نخدم لها بلون كولور يعني باش تكبر العين باش تكبر العين عين صغيره ما نخدمهاش يعني كريون نوار حتى في السواغي باغ اكزومبل نحكيوني على مكياج سواغي هايفا احنا اليوم باش نحكيو جو وسواغ معناها فوالا شنو الالوان زاده اللي خارجه كيف كيف زاده هكاك الالوان الترابيه اون جينيرال ديما لي كولور دو تير وسولون بالنسبه للمكياج يعني نتاع عروسه ولا سواغي ولا يعني سولون الكولور نتاع شعر الكليونت وسولون معناتها الكولور دو بو ماذا بيك اذا كانت تكون شعرها يعني بلون شعرها اصفر شوفو بلون ماذا بينا نخدموا لها لي كولور دو تير الحاجات تلقاهم روزي الروج ا ليفغ والفراجو تلقاهم على البيش شويه إذا كان شعرها نوار وإلا مارون فونسي ماذا بينا نخدموا العين كلير والفم تلقاه حتى كي باش نعمل غوج ما نعملش هكا الغوج كي تلقاه كاتاستروف معناتها شوكون ركز على حاجة واحدة واضح يعني نعمل إذا كان عملت العين فونسي شوية باش نخدم لها مكياج مزيان ماذا بيا الغوج على ليفغ يكون كلير على الأخر وإلا حتى جلوس إذا كان شعرها فونسي خاطر سينون تولي فولغير هكا شوكون ديش الكل ألوان ياسر تجبد معناها لازم حاجة تركز على العين ولا تركز على الغوج على ليفغ باهي تخي بيان وكي تظل واحدة شعرها معناتها تلقاها على الغوج شوفو ولا طوندونس هذيك نتاع الفيولي وكل شيء ماذا بينا نخدمو زادا كيف كيف على الغوزي وغوج على ليفغ تلقاه غوج مش يعني سولون لارموني والكولور نتاع الشعر يعني الكولور الكولوراسيون نتاع الشعر باغ اكزومبل شعرها مش تلقاه غوي وانا نخدم لها البيش في فمها ولا باش نخدم لها الغوز ما يطلعش كيما لو طون دو غوز اللي قراب للكولور دو شوفو اي واضح نحكيو على الفغاجو زيد هايفا اللي عنده دور مهم اكيد في المكياج نتاعنا وكيما الفون دو تان معناها انت والنوع البو واللون نتاع البو كيما الفراجو زيد باش نختاروا بالنسبه للفراجو فما هذاك البودر وفما ستيل جيل وفما كيما ستيك اذا بينا ستيك والجيل نستعملوه يعني مكياج دو سوار ما يجيش مكياج دو جور المكياج دو جور ديما ماذا بيا الفراجو يكون كلير وبرشا انا نشوف الديفو حتى أبار الكولور اللي تختاره ياخذوا البلاش نتاع الفراجو تلقاها البنسو كبيرة مش نورمال اللي هي باش تضيعك وتعملك البوميت نتاعك بكل تلقاها يا روج يا بيج فوالا هذيك الغلطة فوالا دونك يلزمنا نصلحوا في البلاش نتاعنا اللي باش نخدموا بها البنسو يعني البلاش نقبل البنسو نتاع الفراجو ناخذوها متوسطة مش كبيرة برشا مش صغيرة وديما باش تمشي مع تو فورم دو فيزاج ديما نجي للمواتي نتاع العين ونطلع بها هكا شوية فوالا معناها ما نبداش من الوذن نبدا من الوذن ما يلزمش توصل للخشم اذا كان بيان سور الوجه طويل شويه باش تكون البوميت تلقاهم اروندي شويه جوست في البوميت اذا كان يعني الفيزاج تلقاه اوفال ولا رون ولا حاجه دونك تحاول تجبد شويه فوالا واذا كان الفراجو جينا برشا تحسو فونسي من غير ما تخاف ولا حتى تاخذ اللوبيت نتاع الفون دو تان وتنقص منه شويه بالبودر تقعدش تمسح اي فوالا تنقص اللي يطلع اللون اللي انت تحب عليه اكيد توا برشا واللي يحبوا على الكونتورينغ ديجا اي الكونتورينغ
مورنينغ بالنسبه للمكياج سواري برشا حتى في النهار ولاو يحبوا فون دو طان فرونسي شويه للخشم شويه شويه للدوبل مونطون ينجموا شويه هكا ولا شويه فوالا يعطيك الصحه هيفا العريبي ميرسي بوكو اللي كنت معنا اليوم وكانت هذه كاب اف ام الكلمه ليك